بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة اللي فاتت درسنا عن الأوفر دنتشر، عرفنا أنواعه وذكرنا أنه أحيانا أحتاج أستعمل ويا أتاتشمنت. اليوم راح نحكي على هذه الأتاتشمنت. الأتاتشمنت هي عبارة عن الأجهزة الميكانيكية صغيرة أستعملها أني ويا الأوفر دنتشر، أزيد بها الريتنشن والسبورت. هي تكون غالبا جزئين، جزء يثبت داخل فم الإنسان سواء على الجذر أو على التوث على زرعة اللي يكون هو الميل بورشن، والجزء الثاني يثبت لي بالدنتشر نفسه بالبروسيسس اسميها الفيميل بورشن. شنو الفانكشن لهذه الاتاتشمنت؟ اول شيء واهم شيء هي راح تثبت البروسيسس، تثبت الدنتشر مالتي ضد انه يوقع من فم الانسان، ضد انه ينرفع من فمه. ثاني شيء راح تنطيني بريدنتال سبورت حلوه للبروسيسس باعتبار اني لمن اكون مثبتتها هاي الحكي، لمن اكون مثبتتها على توث، فالسبورت مالت البروستيك راح اخذها من مو من البون، راح اخذها من البريودنتال ليجمنت مالت التيث اللي انا مخلي عليها الاتاتشمنت. زين، بعدين راح احول الفورس مالت المسل اوف ماستيكيشن من انه يعني تنزل على البروسيس، تنزل على الدنتشر وتنزل على الرجل وتسوي لي ريزوربشن، لا راح احولها انه انزلها على البريودنتال ليجمنت. فالبريودنتال ليجمنت مثل ما تعرفون هي شوك ابزوربر، وتوزع لي الفورس اللي نازله عليها بالتساوي اول اراوند ذا توث، فتقلل لي البور ريزوربشن. ايضا هي تسوي ديستريبيوشن، توزع لي محصله القوه اللي راح توقع على الابلاينس مالتي، وبها وظيفه حلوه اذا الابتمنت مالتي فدويك او بموبيلتي شوي تطيف ديستابلايزيشن، وسبلنتنج اكشن ثبت لي اياه تقلل الحركة اللي موجودة بي. زين، هسه هي اكو انواع هواية من الاتاتشمنت. العوامل اللي تأثر لي او على اي اساس اني راح اختار النوع الاتاتشمنت اللي ملائم لهذا الشخص بالضبط او لهذا المريض. اول شيء اجي اقيس الانتر ارش سبيس، اكو اني اتاتشمنت احتاج بها انتر ارش سبيس كلش هواية، اكو لا ما تحتاج كلش فلات تكون يا دوب تاخذ لي مليمين ثلاثة، ف يكون عندي حرية اختيار اني حسب الانتر ارش سبيس. زين، اجي اشوف كراون روت ريشيو، ايش قد نسبة الكراون مقارنة بجذر السن اللي موجود داخل البون. زين، عدد الجذور نفسها اللي موجودة، التايب اوف كوبينج اللي اني نوع الكوبينج اللي مغرفة بيه السن مالتي، الفيرتيكال سبيس اللي موجود قد يكفيني، عدد الأسنان اللي باقية نفسها، نوع البون اللي هو اللي ينطيني السبورت اللي هي موجود دار مداير التوث، مكان التوث نفسه، مكان المكان الأباتمنت، ومكان الأقوى واحد بهذول الأباتمنت منو أقوى واحد بيهم، منو أقدر أني أضيف عليه الأتاتشمنت حتى أحدد نوع الأتاتشمنت اللي أستعملها. زين، نوع السبورت مات الدنتشر اللي أنا مقررته هو يعني توث سبورتد لو توث تشو سبورتد، يعني أخذ لي سبورت كاملة من الأسنان لو سبورت مشترك ما بين أسنان ما بين الميوكوزا. زين، نوع الدنتشن المقابل إلها بالدنتشر المقابل إلها. زين، يعني هو أكفد ناتشرال تيث مقابل إلها، او اكو كومبليت دنتشر مقابل الها، او اكو فد اوفر دنتشر، اكو فد زرعه مقابله الها، يعني راح يحدد لي نوع الاتاتشمنت. مهم انه اعرف شنو الاوبوزيت له. الاتاتشمنت نفسها من اجي استعملها ما اروح اختار لي فد نوع معقد واذا بسرعه ينكسر الصيانه مالته صعبه. زين، اخذها هذا كلها بنظر الاعتبار. اذا عندك تجربه انت شخصيه فد نوع معين استعملته وشفته ناجح عندك، هذا تقدر تستعمله، يعني ظل يعني متاكد من عنده، فما تجازف وتروح تغير النوع، اكيد ظل تستعمله. اذا نفس البيشنت كان عنده ابلاينس قديمه وبها فد نوع معين من الاتاتشمنت ونجح عنده، فتقدر تستعمله نفسها ماتين. الريتنتيف ميكانيزم واللي هاي الريتنشن اللي يقصد عليه هنا، نوع الريتنشن اللي راح يصير بين جزئين الاتاتشمنت مالتي. يقول لك اول واحد هو اكتيف ريتنشن بروفايد باي سبرينج ذات فيت انتو ريسيسز، اللي هو هذا الديزاين، هذا الجزء الخارجي هو الفيميل بورشن والجزء الداخلي ميل بورشن.
شلون الريتنشن بيناتهم. هذه اكو هنا هاي طيات سبرينج، هذه تتداخل بيناتهم بين الميل والفيميل بورشن، فيصير عندي ريتنشن بين الاثنين. او ممكن يكون عندي فريكشن، احتكاك مثل هذا وهذا، يكون احتكاك بين الجزئين. وممكن استعملون المغناطيس اللي هو ماجنتيك انكورج. هسه نجي نسوي كلاسيفيكيشن، نصنف الاتاتشمنت مالتي. اول تصنيف عندي راح يكون الريجيد ونون ريجيد اتاتشمنت. الريجيد اتاتشمنت من اسمها هي ريجيد، يعني ما بيها اي موبيليتي، لكن لما اجوي وشافوها لقوا انه حتى مع اضبط نوع مع اكثر نوع ريجيد اتاتشمنت راح يظل عندي شويه كميه حركه بسيطه زين ما بين الاتاتشمنت والبروسيسز، وهاي الحركه شويه شويه تزيد عندي، لانه مع استعمال ازدياد فتره استياد استعمال الدنتشر البيشنت يستعمله اطول، راح يصير عندي وير شويه تستهلك الاتاتشمنت مالتي، تبدا تصير اكو فتح حركه بسيطه. المفروض هي هذه كرجد اتاتشمنت من الدنتشر، الانسان يلبس الدنتشر راح يقعد مكانه ما بي اي مجال للحركه، عدا انه اذا انت مستعمل سنجل اتاتشمنت راح يفتر دار مدايرها هوريزونتالي فره زين، عداها لا الحركات ما راح تكون موجوده ما بين الاتاتشمنت مالته. طبعا الحركه حوالين اللونج اكسس مالت الاتاتشمنت الوحده، بس قلنا اذا مستعمل اتاتشمنت وحده، اذا مستعمل اكثر ماكو اي اتاتشمنت، ماكو سوري اي حركه بالموضوع الا الحركه البسيطه اللي راح تزيد عندي ويا الاستعمال مع فتره الاستعمال مالته. الفائده مالته انه راح تقلل الفورس اللي نازله على ريسيدوال رج، لوش انه كان هي كلش صايره رجد ويا التوث، فكل الفورس وين راح يروح؟ راح يروح لي على التوث نفسه، سواء كانت فانكشنال او بارا فانكشنال فورس كلها راح تنزل لي على التوث زين. تيبينج فورس قليله اللي راح تاثر على التوث لما تجيني لاترال فورس. بس ادفانتجز لها احنا قلنا الفورس كليتها وين راح تروح؟ مالت الموفمنت ومالت الماستيكيشن، كل الفورس وين راح تروح؟ راح تنتقل تماما للاباتمنت. فاذا الاباتمنت انت مالتك مشكوك بامره، ما تستعمل لهذا النوع الرجل اتاتشمنت، لانه انت ما تريد تزيد الطين بل ما تريد تخلي الحاله سوء اكثر. النوع الثاني من الاتاتشمنت اللي هو النون ريجيد اتاتشمنت. والنون ريجيد اتاتشمنت تنطيني نوع من الحركه حوالين الدنتشر، يتحرك حوالين الانكر او الاباتمنت اللي احنا مخلين عليه الاتاتشمنت، بلين وحده او مستوى او اكثر من مستوى او عموديا اكو حركه موجوده زين. كل ما زيدت انت عدد الاباتمنت مالتك اللي تخلي عليه الاتاتشمنت اكثر، كل ما تحد من هذه كميه الحركه. يعني اذا انت تستعمل نون ريجيد اتاتشمنت وحده راح تاخذ بها حركه اكثر بهوايه، وما استعملت اثنين او ثلاثه نون ريجيد اتاتشمنت. ادفانتجز اللي راح تنطيك اياها انه التيبنج فورس راح تقللها اكثر بعد، يعني اقل بهوايه من الريجيد اتاتشمنت. ديس ادفانتجز اللي بيها انه الفورس راح تنزل بصوره اكثر على الرج مو على التشو زين، فالرج فورس هواي اكثر من اللازم على الرج، راح يصير عندي مور رج ريزوبشن زين. شو وقت انا راح استعمل الرجد وشو وقت استعمل النون رجد اتاتشمنت؟ اول شيء لما يكون التوزيع مالت الاسنان غير مرغوب بي، مو احنا قلنا افضل شيء يكون ب سيمتريكال ديستريبيوشن. اذا مكان الاسنان مو يعني مو صاير يعني مو مفضل انه انت تسوي بي الـ يعني حتى يعطيك ستابلتي للدنتشر مالتك زين، فش راح يصير؟ راح يصير على هذا التوث راح ياخذ قوه تؤدي الى انه يصير بي تيبينج، يتحرك من مكانه، خصوصا اذا التشو سبورت. احنا بالنون ريجيد راح ناخذ سبورت من الميوكوزا اكثر من التوث، فاذا كانت هذه الميوكوزا كلش الريزيلينسي مالتها اكثر او امتدادها اقل من الطبيعي، فهذا راح يروح اللود كله على التوث، يسوي تيبينج فورس بالروت. الحالة الثانية لما يكون عندك الروت قصير، او انت اضطريت تستعمل بوست قصير اللي هو الداول اللي راح ينزل بالروت كانل، اضطريت تستعمل انه قليل قصير زين. تخيل انه انت بوست صغيروني ومحمل الدنتشر كامل على هذا التوث اللي هو على البوست القصير هذا، ايش راح يصير؟
مرة على مرة على مرة، حركة على حركة على حركة، راح يرتخي هذا البوست، يطلع من التوث، تخسر البوست مالتك زين، لأنه قليل ما يتحمل لك الفورس. فلما يكون عندك ال يعني البوست مالتك قصير، ما تقدر تحمل كل الفورس مالتك على توث، لأنه قلت مثل ما ذكرنا هسه راح تخسر هذا الدول. فشو تسوي؟ خلي اللود مالتك متقسم بالتساوي بين توث بين ميوكوزا. يعني شو تستعمل؟ استعمل النون ريجيد اتاتشمنت. هسه انواع الاتاتشمنت اللي موجوده عندي، اول واحد يسمونه الستاد اتاتشمنت، اول نوع يسمونه الانترا راديكولار. انترا راديكولار يعني داخل الروت مالت التوث، هذا الانترا راديكولار. هذا راح يكون بيحنا متفقين انه الميل بورشن يكون بالتوث والفيميل بورشن يقول بالدنشر. هذا بالعكس، الفيميل بورشن موجود بالتوث والميل بورشن راح يكون قاعد بالدنشر مالتي، يسمونه الانترا راديكولار. صاير تماما موجود الفيميل بورشن بالروت، ماكو اي بروجكشن داخل يعني طالع فتشي على من اللازم. شوفوا لما تجي بالاورال كافيتي تباوع التوث ويا مستوى الميوكوزا، ماكو فتشي عالي، والاتاشمنت الاوفر دنتشر راح يدخل داخل هذه الاتاشمنت، هذه الحفره اللي هنا داخل الفيميل بورشن. هذا النوع انا اسميه زيست اتاشمنت او زيست انكر. شو وقت استعمله؟ لما يكون عندي الانتراتش سبيس قليل، لانه مثل ما تشوفونه بارتفاع الميوكوزا، ما خليتها على من السراوندينج ميوكوزا، نفس تقريبا يعني مليمين او ثلاثة ويا مستوى الاباتمنت، مو اعلى من الاباتمنت. النوع الثاني اللي يسمونه الاكسترا راديكولار، اللي هذا تلقون اكو فتش بروجكشن طالع فوق التوث، كابينج وكاستد فوق الاتاتشمنت مثل ما ذكرنا بيش المحاضرة. فاكو فتشي ارتفاع تقريبا يطلع لك 4 ملم 5 ملم بالماوث، وهذا الميل بورشن الفيميل بورشن اللي هذه هي تكون مثل سوكت يعني حفرة تجويف مات الحفرة اللي تقعد بها هاي البول، هذا موجودة بالفيتنج سيرفيس اوف دنتشر. هذا هو عبارة عن دنتشر، فيتنج سيرفيس اوف دنتشر. زين النوع الثاني عندي بار، والبار اكو نوعين، بار يونت وبار جوينت، والفرق بين اليونت والجوينت بس من ناحية الحركة الرجيديتي، ناحية الرجيديتي اليونت يكون رجيد والجوينت بنوع من الحركة. عندي ثالث نوع اللي هو الماجنتيك اتاتشمنت بواسطة مغناطيس، هذا يسمون الاتاتشمنت. نجي على اول واحد اللي هو الستاد اتاتشمنت، يقول لك هذا الميل بورشن يخلونه يسوونه كاستينج او يلحمونه فوق الكابينج، توث سويت عليه كابينج يلحمون عليه الميل بورشن. زين الفيميل هاوسين يكون موجود بالفيتنج سيرفيس مالت الكومبليت دنتشر او الاوفر دنتشر. الفيميل والمول بورشن راح يدخلون واحد ويا الاخ لما يلبس الدنتشر. هذا التداخل بيناتهم راح يكون اما ريزيلينت او نون ريزيلينت، اللي يكون يعني ما بي ريزيلينت. ايش وقت ريزيلينت؟ من اخلي بيناتهم اكو الاستيك، لاستيكه صغيرونه زايد للاحتكاك بيناتهم، يعني زايد الريتنشن، واذا بدون لاستيكه راح يكون نون ريزيلينت. هو هذا الاتاتشمنت. اشهر نوع سيستم اللي استعمله اني هو الزست انكر، اللي هو انترا راديكولر سيستم. هذا انترا راديكولر، الميال بورش فيميال بورشن موجوده بالكراون مالت التوث، والميال بورشن اللي هو راح يصير عندي بالدنتشر. البريب مالت البوست البريبريشن اسوي داخل الروت مالت التوث، واستعملون يا الفيميال سليف، هذا يسوي له سيمنتيشن، اللي هو كل تجزء يسوي له سيمنتيشن فوق يعني داخل الكراون، داخل الروت مالت التوث. الميل بورشن هذا الفيميل اللي هو لون الجوزي، الميل بورشن هذا هو الميل بورشن، هذا الجزء الفوق يصير بالاكريليك، وهذا جزء بارز من الفيتنج سيرفيس مالت الدنتشر. فمن يلبس الميل بورشن هذا راح يدخل بهذه الطريقة بالتوث اللي هو موجود بالأورال كافيتي. أكثر استعمال هذا النوع من الأتاشمنت هو بالإنترم، يعني حالات المؤقتة مو حالات الدائمية. ليش؟ لأنه هذا بسرعة يستهلك، هو مصنوع من النايلون. أول شيء اللي ذكرنا قبل شوية، هو راح يكون بمستوى الروت، ماكو أي شيء بروجكشن طالع من عنده،
فراح اني اتخلص من مشكله الليميتد انتر ارتش سبيس، ما راح يصير عندي مشكله اذا ماكو انتر ارتش سبيس. الليفر اكشن اللي راح يصير على الاباتمنت اقل، لانه ماكو فد ارتفاع بطول الجدر، بطول الكراون. الاتاشمنت مالتنا سمبل، طريقه وسهله ما حد يرد يسويها. اذا الاسنان ما تكنان بارالل ما راح يصير عندي مشكله، انه الميل بورشن هو نايلون والاستيك ممكن يتحرك، فراح ينثني ويدخل عادي حتى لو كانت الاباتمنت نان بارالل، وما راح احتاج كاستنج اسوي بالموضوع، انه فتشي بلاستيك جاهز واجيبه استعمله. ديس ادفانتجز، ممكن يصير كاريز لانه جزء من الكراون بارز، ماكو كوبينج، ما سويت كوبينج على التوث، فالدنتين مالت التوث يكون اكسبوز، فهي معرض انه يصير عنده كاريز، خصوصا اذا هو بعد اورال هايجين. زين، ايش ذكرنا احنا الستاد اللي هي الميل بورشن مصنوع من شنو؟ من النايلون. زين، هذا النايلون مرات المريض من ما يلبسه عدل راح ينثني، ما يدخل بالفيميل بورشن من مكانه، مرة على مرة على مرة شي يصير راح ينكسر، ممكن حتى ينكسر مو بس ينثني. فلذلك احنا يعني دائما نخلي جلسات اضافية يجيني حتى اشيكه قبل ما يوصل لهاي المرحلة، حتى اي مشكلة اي بداية انحناء اشدت لي لا راني اعدلها واصلحها، واذا انثنى لازم تبدله بواحد جديد اصلا. يقصونه من الاكريليك ويجيبون ميل بورشن ثاني، يقعدون على الفيميل على التوث بحلق البيشنت، وانت اكل حفرة مالت القديم الميل بورشن اللي حفرته شلته من الدنشر بيز، خلي شوية اكريليك بالمكان لايت كيو او سيلف كيور، ولبسه للدنشر، لبسه للمريض وهو الاتاشمنت انت مخليها بفمه ميرو فيميل بورشن، فراح يظل لابسه وقافل سنترك، الاكريليك يصير ست، من تنزع الهيا الميل بورشن راح يطلع بالفيتنج سيرفيس مالت الابلاينس اللي نسميها احنا نسميها البيك اب، وكانما انت بدلت الميل بورشن مالته. زين، يقول لك when eating food without over denture can cause food stagnate in the female part، يعني لما يجي المريض وياكل على الاتاتشمنت على ما يلبس الدنشر، ياكل مباشره، مثلا يقول لك انا اريد عنده سوب وفتشي لين ما يحتاج اسنان يتعاجز، هاي ياكل راسا بدون ما يلبس الدنشر، فايش راح يصير؟ الاكل راح يدخل داخل الفيميل بورشن. زين، لازم واحد انه على كيف يقعد ينظفه. النوع الثاني اللي هو السيكا اتاتشمنت مشهور، هذا اللي هو اكسترا راديكولار، يعني من تجي فم البيشنت تلقى فتشي بارز هيجي فوق الميوكوزا اللي هو الميل بورشن، يخلونه وين؟ يثبتونه على التوث. زين، هذا هو اللي شكله دائرة، يكون يخلون كوبينج فوق التوث وهو يلحم بالكوبينج على التوب مات الكوبينج، فشوفون مثل ما قلنا بارتفاع معين الكب الميل بور او هذا البول اللي موجودة هنا اللي هي الميل بورشن، ما راح اشوفها دائرة عدلة، لا مقسمة اربع اقسام، فهاي الاقسام الاربعة لما تجي هذه الفيميل رينج الفيميل بورشن موجودة بالدنشر، لما يريد يلبس الدنشر فوق هذه الاتاشمنت، قلنا هذه الدائرة اللي هنا الطوبة الكرة مقسمة الى اربع، يعني اكو اربع حزوز بيها، فيعني صار على شكل اربع اجزاء، فمن يلبسها بالفيميل بورشن ايش راح يصير؟ هذه بها فليكسيبلتي راح تنضغط تنلم بمكانها، فمن تنلبس راح تزيد لي الريتينشن مالت الدنشر لمن يلبسها، ممكن يضيفوا لها ريتينشن اضافيه يخلون الاستيك هنا الاستيكه خفيفه داخل الميل فيميل بورشن، راح تزيد لي الريتينشن بعد اكثر. زين، فهذه لا اكو فد سبيس يصير ممكن يسمح لي انه يصير روتيشنال موفمنت او فيرتيكال موفمنت بالابلاينس. الباتريكس مات هنا يكون متال رينج، والماتريكس اللي هو سبلت متال بوست الماتريكس. زين، عندي نوع ثالث يسمونه هما الدالبو اتاتشمنت، واكو من عنده عدة انواع، منها ريجيد منها ريزيلينت ومنها ستريس بريكر تايب. الميل بورشن يلحمونه فوق الكوبينج مالت التوث، يسوون عليه كوبينج او هاوسينج، الكوبينج يسوونه فوق التوث يلحم الميل بورشن عليه، الفيميل بورشن يكون بالدنشر بيز. النوع اللي هو رجد، خلينا نشوف بركه الى صوره شلون تختلف الرجل رجدتي، ها هذا النوع يكون ريزيلينت، شوفوا البورشن
في ميال بورشن، الميال بورشن هذا يكون عبارة عن كرة قصيرة، هذا ريزيلينت، هذا مو رجل زين. واكو هنا هذا السلو، يعني هذا الفراغ اللي هنا راح يدخل بداخل الفيميال هاوسينج، ويضيفوا لها لاستيك الاستيك هنا داخل الفيميال هاوسينج موجود. النوع اللي هو رجل لا، مو يشوفون على شكل كرة، يشوفون على شكل اسطوانة طويل، فذلك يكون رجل. الريتنشن اللي راح احصله انه الميل بورشن هذا اكو هذا جزء شوفوا اللي تحت الكرة او تحت الاسطوانة زين، راح يدخل به الالاستيك، الالاستيك اللي هي موجودة بالفيميل بورشن، من هذا راح احصل اني الريتنشن مالتي زين. عندي بالنسبة للبار، بار اتاتشمنت، الوظيفة يعني لوش استعمل بار، البار يعني راح تاخذ اكثر من تسوي سبلنتينج الاكثر من توث، يعني ما تستعمل اباتمنت واحد، اباتمنت هواي اباتمنت مستعملها، وتسوي بيناتهم جوينت تتواصل بيناتهم زين. انا لما اشوف الاباتمنت مالتي يعني ضعيف اقول لك انا ليش اخلي عليه لود واخسره، لا اخلي اسوي سبلنتينج يعني اخلي يثبت على التوث اللي بصفه زين بواسطه بار بيناتهم، ازيد الريتنشن بنفس الوقت للابلاينس مالتي. وعندي نوعين مثل ما ذكرنا قبل شوية، اكو يونت واكو جوينت. النوع البار يونت هو الرجد، ذكرنا اكو واحد رجد واكو ريزيلينت. البار يونت هو الرجد تاب اللي ماكو بيه فد حركة بين وين يصير الحركة بين البار اللي هو هذا، هذا البار، وبين السليف اللي فوقه، هذا السليف يكون فوقه. الاكروزر لود راح كليتها تنزل على الاباتمنت، ماكو اي حركة حتى ينزل على الميوكوزا، كل اللود راح ينزل لي على الاباتمنت. لذلك احنا ايش سوينا؟ سوينا السبلنت لأكثر من اباتمنت حتى اللود ما يأثر لي سلبيا على الاباتمنت مالتي. هذا السليف هذا يكون بالدنشر بيز، شوفوا هاي الفراغات اللي هنا انا مسوينها فتحات، هاي يدخل بها الاكريليك على مود الريتنشن. انا ما اريد اني البسه من اول ما استعمال مره مرتين يلبس المريض الدنشر مالته يجي ينزع، تبقى السليف لازق بالبار بحرق البيشنت ويطلع الدنشر بيز واحد، هلا حتى ريتنشن بين الدنشر بيز والسليف يضل بيها، سووا هاي الفتحات يتداخل بها الاكريليك. هذا السليف شوفونا هو هذا اليو شيب، وهذا هو البار اللي هو هذا البار المعدن متصل بين سنين، والسيف راح يقعد هنا فوقه، ومثل ما قلنا هذا رجل ما بي اي نوع من الحركة. بينما البار جوينت لا، هذا ينطيني حركة. شنو الفرق بالحالتين؟ شوفوا البار بالحالة الاولى تقريبا الحافات تقريبا اسطوانة شكله، حافاته تكون عدلة يعني، لذلك هذا السليف الفوقة ما يقدر يفتر داير مدايرة لانه عنده ستريت وول. بينما لو كان الكروس سكشن مالته دائري، من يجي السليف راح يفتر داير مدايرة هنا، لذلك هذا النوع هو البار جوينت. البار جوينت بريزيلينسي ياخذ سبورت من الميوكوزا اضافة الى سبورت من الاسنان زين. هذا الفرق بين النوعين. بالنسبة للسيستم مالت البار اللي موجود عندي، اكون اول اكثر نوع شائع ويستعملونه هو الهيدر بار. وهذا شنو هذا السيستم الهيدر بار؟ عبارة عن بار هذا المعدني، لكن هو مصنوع من بلاستيك، ممكن يكون بار يونت، طبعا هو سيستم، فممكن يكون بار يونت، بار جوينت، ممكن يكون حتى ستاد. هاي بالكروس سكشن من اخذه مقطع ارضي بي، هذا بالياهو، هذا اليونت لود جوينت، هذا الجوينت لانه قلنا شكله دائري يكون، فهذا السليف الداير مدايره، هذا السليف راح نشوفها بالدنشر بيز، احنا جزء الريتينتيف بارت اللي بيه ثقوب ما تشوفونه يتداخل بالاكريليك، هذا تشوفون اليو شيب اللي هو هذا بالكروس سكشن زين. فهاي الدائره راح تفتر اكورتيشن بداخلها اللي هو هذا الشكل مالته زين. هذا السليف وهذا البار من اخذه بي كروس سكشن. هذا البار يجيني اني يجيني جاهز البلاستيك، يسمونه كاستبل بلاستيك، يعني بلاستيك قابل انه يصير له كاستنج. انت محضر الاسنان مالتك، مجهزها، مخلي عليها الكوبينج زين. فهذا الكوبينج يلحمون فوق البار، يقصونه حسب الطول بين السنين حسب السبيس اللي موجود، ويثبتونه فوق الكوبينج بواسطه شمع، شمع هنايا شمع هنايا، يثبتون الاجزاء مع بعضها.
تدخل كليتها كاستينج ماشين، فيتحول هذا من بلاستيك يتحول من معدن إلى معدن ملحوم فوق الكابينج مالت الأسنان. أجي أنا بس مجرد أسوي له سمنتيشن بالأباتمنت اللي محضرتها، وهو يدزولي ويا السليف. السليف راح يصير بالفيتنج سيرفس. شلون اخلي السليف هنايا؟ انا اقول لك شلون. طريقه سهله، الدنشر بيز تحفر بيها خدود بالمكان مالات مالت الاتاتشمنت. شلون احدد المكان بالضبط؟ اسهل طريقه انه جيب الاي لاينر او قلم الكحل اللي احنا نستعمله انترا اورلي داخل فم البيشنت، خلي نقطه نقاط هنايا سوداء على مكان الكوبينج، ولبس المريض الدنشر راح يطلع تطبع عندك النقاط السوداء بالبير. احفر احفر هذا المكان الطويل كليته. جهزت الدنشر، تجيب السليف اللي هو هذا، انت مثبت ال البار مثبته في فم البيشنت، تجيب السليف قاعدهم هناي داخل فم البيشنت، قاعد هنا سليف هنا وهنا، قاعدنا القطع كليتها مات السليفات. جيب الدنشر اللي انت حافره ومجهزه، خلي السيلف كيور اكريليك بهاي الفتحه اللي ماليها، لبسه للمريض وقول له يعض سنترك. ينتظر شوية المريض لحد ما يصير الأكريليك سيت بوليمرايز، طلع الدنشر كامل، راح تطلع لك هذه السليف تطلع لك ويا الدنشر، ما ظل مشلبة هنا بالبار، لا تطلع ويا الدنشر، وتطلع اكو زيادات مال الأكريليك تنقص هاي الزيادات يترتب الدنشر. سويت بيك اب وصار عندك دنشر كامل على قاعد على بار. زين، اكو سيستم يسمونه الإيكرمان، هو عبارة عن كليبسات اللي يسمونه الكليبس اند سي ام كليبس. هذا السيستم عبارة عن بار دائري، هذا شوفوا وين يزقونه. تكون انت مجهز اباتمنت بيها كوب بوست وكوبينج، بوست وكوبينج تلحمه وياها زين بهذا الطريقة. هذا البار، الجزء اللي راح يقعد لك فوقه هي كليبسه، هاي الكليبسه كليب قصيره، مو مثل هذاك سليف طويل، كان سليف طويل منطقه طويله، لا هذا عباره عن كليبسات قصيره. هاي الكليبسات حتى يصير بها ريتينشن ويا الاكريك، حتى تشلب بالريتينشن سوا بها هذه الوينجز، هذه يسمونها الوينجز اجنحه، هاي تتداخل ويا الاكريك على مود يصير بها الريتينشن. زين، اكو هذه الكليبس مو كلش فت على البار، لا شوفوها عرض من عنده اكفى دي سبيس، هاي سبيس مال الريتينشن، شو نخلي بيه؟ نخلي بيه هذا جزء الالاستيك. نفس طريقة البيك اب، البس اثبت البار بمكانه، البسهم ذلي الكليبسات والبس الدنشر فوقهم، اسوي لهم بيك اب. النوع الثالث اللي هو دولز البار، وعندي هم هذا السيستم بنوعين، بجوينت وبيونت. بالنسبة لليونت هذه السايد مثل ما قلنا قبل شوية يكون اسطواني، الشكل ما تحافات عدلة يمين يسار عدل، والفوق يكون شوية راوندد. الريتينشن عن طريق الاحتكاك، نوع الريتينشن هنا. زين، يقول لك اذا كانت البوستات مالتك نون بارالل، كانت بي ميد بارالل، يعني الاسنان عندك مائلة، فنروح على نوع، نستعمل نوع من البار يسمونه الشبكر يونت. زين، الشبكر يونت هذا خلي اشوفكم الصوره مالته بس دقيقه، وين الصوره؟ هسه راح اجهز الصوره اني هذا هو الشبكر اتاتشمنت. زين، الشبكر اتاتشمنت شوفوا عندي هذه الاباتمنت نون بارلل، الاسنان موجوده مائله، فما اقدر استعمل وياها الدودلر العادي اللي هو بالاسنان لحم على الاسنان العاديه، لانه هاي الاباتمنت مالتي شوي بميلان. فهذا شلون يسمونه؟ الكوبينج، هذا الكوبينج، هذا بوست وكوبينج فوق التوث، يلحمون بهذا جزء الطالع هنا، هذا القاعده مثل البرغي يصير جزء طالع، تقعد فوقه، هاي لحمناها، هاي منتهي من عنده البوست، وهذا جزء اللي طالع من عنده يثبت بالاسنان، ثبتنا ثلاث اجزاء من عندها. نجي عندي هذه الرينج، الرينج هنا موجودة، هاي سولها سيمنتيشن فوقها. زين، او خلونها هنا فوق هذا الجزء اللي طالع اللي هو ملحوم على الكوبينج مالت البوستات مالتي، قعدها هنا بمكانها. هذه السليف الرينجات، هذه الرينج ينلحم بيها البار،
شوفوا هنا ملحوم بها البار بين واحد وواحد، يثبتون عليهن يلحموها بهن. زين شنو بعد الجزء الثالث؟ الجزء الثالث اللي هو هذا البرغي، يجيبون البار. صار عندي، صار عندي بوست داخل بالسن فوقه كابينج طالع من عنده هذا الجزء البروز. زين السليف قاعد فوقه ومتصل بالبارات اللي هو الجزء الثاني، هذا اول جزء. هذا الجزء الثاني مات البار والسليف اللي وياه، اجيبه قاعده فوق الابوتمنت اثبته بمكانه بواسطه هذه البراغي اللي هي سكروز. سكرو واحد هنا، واحد هنا، واحد هنا، كل ابوتمنت اخلي فوقه سكرو. زين بالنسبه للبار جوينت يكون بالكروس سكشن مالته راوند شيب او ايج شيب يسمونه، وهذا شوفوا الحافات ما تعدله، لا ذاك يكون راوند شيب ايج شيب، مو قصير فت كل شويه السليف اللي داير مداره، لا اكو سبيس يخلون بإلاستيك على مود الريتنشن. هذا الميزه بانه يكون تقريبا قوي، السليف مالته قوي والبار حتى البار نفسه يكون قوي. ديفيكلت انه يسوون له كيرف يعني اداء ويا الكونتور مالت الرجل لانه يكون بلكي هو. زين وهذه السبيس الفراغات مثل ما قلنا هذه على مود الريتنشن ويا الاكريليك. النوع الثالث من الاتاشمنت اللي هو الماجنت مغناطيس. هذا السيستم يستعمل مغناطيسات مصنوعة من الكوبالت ساماريوم ماجنت، يخلونها داخل الدنشر بيز ومقابل إلها ماجنت ثاني مغناطيس حتى يصير تجاذب بيناتهم. زين يا أما هو فد كوبينج داخل بالسن دول أو بوست فايت بالسن ويا كوبينج، أو على شكل كيبر يعني مثل الحافظة صغيرة مصنوعة أو يعني فتحة يعني كأنما تجويف مالت يعني كلاس 1 هيك يعني أشبه لك مثلها. فهذه مصنوعة من البلاديوم كوبالت نيكل ألوي موجودة بالأباتمنت توث، يخلون بها المغناطيس الكيبر يخلون به مغناطيس. فهذا يا أما أنت تسوي هذه الميل فيميل بورشن موجودة بالدنشر موجود بها مغناطيس، الميل بورشن يخلون بها أما يسمون هذا الدول من مادة قابلة للتمغنط، أو يسوون بها كيبر فتحة يتخلى بها المغناطيس. زين ممكن حتى نستعملها مع الامبلانت. عندي نوع يسمونه الرينج اتاتشمنت او الاورينج اتاتشمنت. انا يقول لك هي دونات شيب شكلها مثل الدونات، مصنوعة من البلاستيك مرن يعني من تجي تطعجها بيدك تنطعج عادي وترجع نفس شكلها، حلقة مطاطية هي هذه الاورينج، حلقة مطاطية سوري، تطعجها ترجع شكلها الاصلي. وين تقعد هذه؟ خلينا نكبر الصورة. هذه هي الاورينج، هذا الميل بورشن الجزء يصير سمنتد بالتوث، هذا الكوبينج يغطي للتوث، وهذا الميل بورشن طالع بالاورال كافيتي. شوفوا هاي التجويف اللي هناية، هذه الاورينج راح من يجي يلبسها تتمدد بهاي المنطقة لأنه عريضة ترجع لحجمها الأصلي تكبس بهاي المنطقة حتى ما تستهلك هذه الأورينج، ما يخرب الإلاستيك مالتها، يخلونها بحافظة معدنية اللي هذه هي الفيميل بورشن. شوفوا الحزوز الخارجية اللي بها خشنة، هاي حتى يصير اتاتشمنت ويا الأكريليك. هذا السيستم يسمونه الأورينج. أدفانتجز سهلة أنه هذه الإلاستيك من تستهلك اطلعها بايدي بالبروب، اطلعها من الفيميل بورشن اذبها اخلي رينج بمكانها، تسمح لي وايد رينج اوف موفمنت، فهي ريزيلينت مو رجد. الكوست مالتها مقارنه بالانواع الباقيه لو كوست تكون، والتايم اللي استعمله حتى اضبط الابلاينس مالتي بروسيسز الدنشر السوبر ستراكشر يكون اقل، فاقلل التايم والكوست مالت الابلاينس مالتي. زين هذا نوع شورت دول، هذا لا الدول مالته طويل او البوست طويل سمنتد، هذا ريدي ميد يجينا جاهز. زين يتدخل هاي بالزرعة، قاعد على زرعة، ممكن انه اخلي بوست بزرعة، ممكن اخلي بوست بتوث، وهذا الاورينج والفيميل بورشن مالته. زين كمان نوع الاتاشمنت لازم اجي اعلم البيشنت مالتي اورال هايجين انستراكشن حتى ما يضيع تعبي بلاش، ما اخسر كل اللي سويته انا.
ايش وقت ثاني ابدا مع الاورال هايجين ورا ما اسوي الانسرشن مال الدنتشر مالتي؟ اقول لك لا، من البدايه من اني ابدا تريتمنت بلان واجي واقول له راح اسوي لك هذا التشويز اللي عندك، راح اسوي لك اياه هذا التشويز، راح اسوي لك اوفر دنتشر، من البدايه اجي اناقشه أن يعني أكون ممكن أكون جزء من توث من سنك راح يظل إكسبوز، إذا أنت أهملت الأورال هايجين ميجرز ممكن يصير بي كاريز ويصير بي بريدنتايتس، حرامات أنا الشغل اللي أتعب وأسوي لك يا ضيع لي يا بسبب إهمال. يعني من البداية أنا أبدي أعلمه كل هذه الأورال هايجين ميجرز من البداية، حتى هو بعدين يستمر ورا ما لبس الدنشار ماتي. لازم الاهتمام ماتي يكون أن انتربتد وكونتينيوس، مو متقطع يوم يفرش يوم لا، ومستمر دائما يظل يستمر على الاورال هايجين ميجرز اللي عنده. زين الاوفر دنتشر كير، شلون اهتم بالاوفر دنتشر مالتي هسه؟ شو يستعمل المريض حتى ينظفه؟ ممكن اقول له الفرشه مالت الاسنان مالتك، جيب فرشه خاصه مال تنظيف مال دنتشر، او استعمل فرشه اسنان مالتك عاديه، بشرط انهم تكون الفرشه من النوع القوي، الفايبرز مالتها خفيفه، واستعمل توث بيست نفسه معجون الاسنان، نظف بيه دنتشر، لكن مو اللي هو بي بارتيكلز الكبيره الابريجن مالتها، لو يعني لازم لو بارتيكلز حتى ما يصير ابريجن بالدنتشر مالتي. اكو كلينزر، دنتشر كلينزرز هي جاهزه تنباع بالصيدليات، اغلب الانواع مالتها البيروكسايد بيز هو هذا اللي نستعمله احنا. اذا شفت المريض صار عنده كانديدياسيس، الدنتشر مالته خليه بكلور هيكسيدين خففه بنسبة 2 بالعشرة، وخليه لمدة 10 ربع ساعة، 10 دقائق ربع ساعة بيها كل يوم على مدة كم يعني تتحكم بالإنفكشن. زين هذه إذا هو الأبلاينس فيكسد على الإمبلانت ما يقدر يشيل البيشنت، أو إحنا النوع اللي قلنا نسوي ريليف نشيل هذه الأجزاء من هاي، نقدر ندخل دنتال فلوس أو الفرش الخاصة هاي الرفيعة ينظفون المنطقة بين الاتاتشمنت. الكير اوف اباتمنت، شلون اهتم بالاباتمنت نفسه انا اللي موجود اللي حضرته وخسرت عليه وتعبت عليه؟ مو يعني مثلا يجي لك يقول لك اني هذه او هي التوث ماتي مغطى بكوبينج فهذا ما راح يصير بي شيء، لا هذا حتى هذا ممكن يصير بي كاريز وشي، فكلها لازم حتى الابتمنت اللي مغلفه هي with or without cupping كلتها هاي لازم اسوي لها برشينج من كل الجهات. اذا عندي فد اكسبوز روت سيرفس هذا لازم برشينج مضبوط يصير عنده انتر بروكسيمال برش. دنتال فلوس يستعملونه لما انت مستعبل بار، فيستعمل الدنتال فلوس وياها ويدخلونه جوا الشغل. اذا مثلا اذا مسوي روت كوبينج على هواي روتات ومسوي سولدر بيناتهن، هماتين هذا للداخل او الجوا يتنظف بواسطة التوث دنتال فلاس لانه رفيع يدخل بسهولة بالمنطقة. هاي ميكانيكال ايد، انت ميكانيكالي تنظف المكان. اكو كيميكال ايد هي شغلات منظفة اقدر استعملها، من عندها الفلورايد جل او التركيز مالته بوينت او 0.025 نستعمله يوميا هذا كماوث رينز. ممكن نستعمل الكلور هيكسيدين تخفيف مالته من بوينت 1 إلى بوينت 2 مرة باليوم، جل يخلونه على المكان هذا اللي هو رفيع، هذا الجل يدخلونه يخلونه وين يحقنونه بالفيميال بورشن، وممكن حتى تخلي على الميال بورشن انترا اوراري بس حتى ما يمنع الفنجل جروث. زين هاي من جهة المريض، من جهتي اني كبروسودونتست شنو المفروض اسوي له؟ شنو طريقة الفولو اب الكير اللي راح اسوي له لما يجيني؟ هو دوري دائما تصليح، لانه دائما يجيني اني بالوقت الضاع، ما يجيني كبريفنشن، يجيني كتريتمنت، ما يجي مراجعة دورية لا، الا ان ينكسر الا ان عنده مشكلة يلا يجي، فدوري تصحيحي تعديلي عدل. مثلا اذا جاك الاكلوجن صاير خلل بالاكلوجن، هذه اسوي عدل الاكلوجن، اسوي ريماونت كلينيكال ريماونت واعدل الاكلوجن مالت المريض. ممكن تجيني المشكله بالدنشر بيز اسوي لها ريلايننج، ممكن عند بريشر ارياز موجوده مسببه الالسر اشيلها اسوي لها ريليف، اشوف هواي حالات تجيني البار صاير لوز البرغي مالته هذا بدل البرغي
اجيب له برغي اقوى. ممكن لك لبسات مكسورة تتبدل لك لبس، او صايرة لوز تبدل الالاستيك مالتها. الفيميل بورشن اللي موجودة على ممكن القاها خالعة من الدنشر بيز، اشيلها ابدلها اخلي وحدة بمكانها ارجعها. وعلامات الوير اللي راح اشوفها بالدنشر نفسها بالاسنان وبالدنشر، هذه راح اشوفها لا محالة، فالمفروض من عندي يعني هذا اقعد اعدلها. هذه كانت اخر محاضرة ويانا مالت هذه السنة، وان شاء الله التوفيق للجميع.